أعزائي الطلبة مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس سنتناول موضوعا هاما يتعلق بحياتنا اليومية خاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة والذي نجده في الهواتف المحمولة والكمبيوتر والتلفاز وغيرهم من الأجهزة الذكية والألواح أو خلايا الطاقة الشمسية ولفهم الدارات الكهربائية والإلكترونية ومبدأ عملها الا وهو موضوع انصاف النواقل او اشباه الموصلات كمقدمه او تمهيد لهذا الدرس انتم تعلمون جميعا ان المواد من حيث الناقليه الكهربائيه تنقسم الى قسمين رئيسيين مواد ناقله للتيار الكهربائي مثل المعادن او الفلزات بصفه عامه واخرى عازله مثل المواد البلاستيكيه والزجاج والخزفيات وغيرها حيث ناقليتها الكهربائيه هنا تكون ضعيفه جدا او شبه منعدمه طبعا هذا راجع لعدد الالكترونات الحره في آه للذرات الموجوده في المواد حيث يوجد حوالي 10 أس 22 إلكترونا حرا في واحد سنتيمتر مكعب في النواقل بينما في العوازل لا يتجاوز عدد الإلكترونات الحرة 10 إلكترونات حرة في واحد سنتيمتر مكعب يعني كل ما يزيد عدد الإلكترونات الحرة تزيد الناقلية الكهربائية طبعا هناك صنف ثالث يُسمى انصاف النواقل او اشباه الموصلات يكون بين النواقل وبين العوازل ويمكن التحكم في نصف الناقل بجعله اما ناقلا او عازلا للتيار الكهربائي بتقنيات خاصه سنتطرق اليها في هذا الدرس إذن بالنسبة للمقاومة النوعية الكهربائية عكس النقلية الكهربائية، ففي العوازل طبعاً تكون كبيرة جداً وعالية حوالي عشر أس ثمانية إلى عشر أس ثمانية عشر. أوم في المتر بينما في النواقل تكون ضعيفة جدا حوالي عشرة قوة ناقص ستة إلى عشرة قوة ناقص ثمانية وبالمناسبة الفضة هو هي المادة الأكثر ناقلية للتيار الكهربائي عكس ما هو مشاع على أنه الذهب الذي يأتي في المرتبة الثانية بين النواقل والعوازل توجد أنصاف النواقل من حيث المقاومة النوعية متوسطة ومن ابرز او اهم نصف ناقل لدينا السيليسيوم او السيليكون والجيرمانيوم المقاومة النوعية الكهربائية للتذكير هي إعاقة مرور التيار الكهربائي إذا أشباه النواقل أو أنصاف الموصلات يمكن أن نجعلها عازلة أو ناقلة للتيار الكهربائي كيف يمكن أن نجعل نصف ناقل عازلا وذلك بتخفيض درجة الحرارة في درجة حرارة صفر مطلق يصبح النصف ناقل عازلا لأنه لا توجد هنا يعني إلكترونات حرة فكلها مرتبطة يعني يصعب هنا كسر الرابطة بين الذرات ويصعب تحرير الإلكترونات التي تساهم في عملية النقل الكهربائي هذا عكس الموصلات فالموصلات أو النواقل بانخفاض درجة الحرارة تزيد ناقليتها بينما في العازل عند درجة حرارة صفر كلفن يصبح نصف ناقل عازلاً وايضا بانعدام الضوء ففي انعدام الضوء يصبح نصف ناقل عازلا وايضا ان يكون هذا النصف ناقل نقيا اي بلورة نقية غير شائبة تتكون ذراتها 100% من نفس العنصر سيليسيوم او جرمانيوم او غير ذلك ومن اجل زيادة الناقلية الكهربائية لشبه الموصل نصف الناقل يمكن ذلك بطريقتين بزياده درجه الحراره رفع درجه الحراره فيعني في تكتسب الالكترونات طاقه فتكسر الرابطه وتصبح حره يمكنها ان تتحرك وبالتالي تساهم في نقل التيار الكهربائي. هذا برفع درجة الحرارة أو أيضا التحريض الحراري أو التحريض الضوئي والتحريض المغناطيسي أيضا أو تعرض للأشعة إكس أيضا يحرر إلكترونات يكسبها طاقة ثم تتحرر وتصبح حرة حرة الحركة فتساهم كما قلت في نقل التيار الكهربائي. الطريقة الثانية لجعل نصف ناقل موصل للتيار الكهربائي أو زيادة ناقليته الكهربائية وهي طريقة التطعيم أو التشويب وهي عملية كيميائية معقدة سنتطرق اليها لاحقا وذلك باضافه شائبه لبلوره نقيه من اجل زياده الناقليه الكهربائيه سنشرحه في بعد قليل قلنا ان صافي النواقل هي مواد صلبه ينتقل فيها التيار الكهربائي بصعوبه يتم هنا اما زيادة او نقص موصلاتها الكهربائيه، الزياده تتم برفع درجة حرارتها او تعرضها لمجال مغناطيسي او ضوئي او اشعه اكس او غير ذلك، وإضافة او بإضافة عناصر اخرى قلنا عملية التطعيم او التشويب، وهذا يؤدي لزيادة الالكترونات والثغرات الالكترونيه حره تصبح حره تتحرك فتنقل التيار الكهربائي. قلنا ابرز نصفي ناقل لدينا السيليسيوم والجرمانيوم استعمالات انصاف النواقل تستعمل في اجهزه الميكرويف القطار كابلات القدره اجهزه الرادار والراديوم والكمبيوتر والهاتف التلفزيون وغيرها من التطبيقات وغيرها من الاجهزه الالكترونيه بالنسبه الى انصاف النواقل توجد في الجدول الدوري لمندليا في المجموعه الرابعه سيليسيوم والجرمانيوم وتوجد ايضا كاما بسيطه او مركبه مثل زرناخيد الغاليوم وكبريت الكاد ديوم وأرسنيد الغاليوم أيضا الأنديوم إلى آخره فهذا توجد على شكل درج في الجدول الدوري للعناصر اهم نصفي ناقل قلت السيليسيوم والجرمانيوم الذي سنركز عليه في هذه الدراسه، بالنسبه لانواع اشباه النواقل لدينا نوعين من اشباه النواقل النقيه والغير نقيه او المطعمه او المشوبه، بالنسبه لانصاف النواقل النقيه شبه الموصل النقي. أو الحقيقي أو يسمى في بعض المراجع الذاتي أنتخنساك هو عبارة عن بلورة نقية كل ذراتها من نفس العنصر سيليسيوم أو جيرمانيوم أو غير ذلك مئة بالمئة من نفس العنصر غير مشوبة وتتم زياده التوصيل الكهربائي في شبه موصل النقي فقط بما يعرف بالاثاره او التحريض الحراري او الضوئي للالكترونات فتكتسب الالكترونات طاقه فتكسر الرابطه وتتحرر لتتحرك وتنقل الالكترونات هذا اما بامتصاص الحراره او صدمه الكترونيه صدمه الكترونيه او فوتون في امتصاص الضوء مثلا بهذه الطريقه فقط يمكن ان نزيد من ناقليه النصف ناقل النقي لان كل شوائبه هنا لا توجد اي شائبه كل ذراته من نفس العنصر مثلا هنا السيليسيوم تحتوي ذرة السيليكون على 14 إلكترونا موزعة كالتالي في المدار الأول إلكترونين والمدار الثاني ثمان إلكترونات والمدار الرابع أو الغلاف الخارجي به أربعة إلكترونات ترتبط هذه الإلكترونات بذرة مجاورة ذرة أخرى لديها أربع إلكترونات أيضا في المدار الخارجي هنا ذرة السيليسيوم مشبعة فمدارها الخارجي ممتلئ لدينا 14 إلكترونا و14 بروتونا وأيضا مستقرة مستقرة كهربائيا أي أنها ليست بحاجة إلى إلكترونات إضافية أو مغادرة إلكترون لا تمنح أي إلكترون ولا تستقبل أي إلكترون فهي مستقرة ومشبعة هذا بالنسبة إلى السيليسيوم نفس الشيء ينطبق على الجيرمانيوم ما نقوله عن السيليسيوم ينطبق عن الجيرمانيوم وهما عناصر رباعية التكافؤ أي لها أربع إلكترونات على مستوى المدار الأخير أو الغلاف الخارجي مثلا أيضا الجيرمانيوم في المدار الأول لديه إلكترونين والمدار الثاني ثمان إلكترونات والمدار الثالث ثمانية عشر إلكترونا وال مدار الأخير أو الغلاف الخارجي لديه أربع إلكترونات ترتبط أيضا بروابط تساهمية أو تشاركية مع ذرة أخرى من ذرات الجرمانيوم إذا هذا بالنسبة إلى نصف ناقل نقي لا تشوبه أي شائبة أو ذرة أخرى تتم زيادة زيادة الناقلية الكهربائية فقط بالتحريض أو الإثارة الحرارية برفع درجة الحرارة. بينما بانخفاض درجة الحرارة في الصفر المطلق ناقص 273.16 درجة مئوية يصبح عازل، يعني أنه لا يمكنه أن يقل التيار الكهربائي. هذا بالنسبة إلى النقي، بالنسبة الغير نقي أو المطعم أو يسمى المشوب أو الغير ذاتي فهناك نوعين. نوع آن ونوع بي مطعم أو مشوب نوع آن ونوع بي هنا يتم إضافة شائبة أو يعني عنصر من ذرة ذرة غريبة بالنسبة إلى نوع آن نيجاتيف سالب ويكون مطعم بذرة خماسية التكافؤ بينما في النوع بي بوزيتيف يعني موجب يكون مطعم بذرة ثلاثية التكافؤ كيف يتم ذلك بالنسبة إلى النوع آن قلنا يطعم بذرة خماسية التكافؤ أي أن لها خمس إلكترونات في المدار الأخير مثل ذرة الفوسفور أو الزرنيخ أس أو الأنتيمون أس بي ويتم تشويب شبه موصل نقي نأتي بشبه موصل نقي ونشوبه بشائبة قلت خماسية التكافؤ هنا سيليسيوم لديه أربع روابط تساهمية مشبع مداره الخارجي نضيف له شائبة خماسية التكافؤ بها خمس إلكترونات في المدار الخارجي نقوم بنزع ذرة السيليسيوم وتحل محلها هنا ذرة الفوسفور هذه العملية تسمى عملية التطعيم أو التشويب وهي عملية كيميائية معقدة تتم إضافة شائبة عن طريق صهرها ثم تبريدها في شروط معينة بتقنيات خاصة وعناية فائقة يعني نتحكم ونسيطر على معدل إضافة الشائبة يعني شائبة واحدة لكل مئة مليون ذرة من السيليسيوم او الجرمانيوم بنسب معينه ومحدده يعني بعنايه فائقه عمليه التطعيم هذه بنزع ذره السيليسيوم ووضع محلها ذره فوسفور هنا خماسيه التكافؤ فهنا ترتبط اربع الكترونات من الفوسفور بالسيليسيوم ويبقى الكترون حر هنا الكترون حر فيصبح هنا ايون موجب يصبح هنا الفوسفور بي زائد يصبح ايونا موجبا ويكون هو الذرة المانحة هذه هي الذرة المانحة اي انها شائبة خماسية التكافؤ شوبت في شبه الموصل ومنحته الكترونا منحت الكترون زائد يصبح ايون موجب يتحرك هذا الأيون ويساهم في عملية توصيل الكهربائي يصبح إلكترون حر ينتقل هنا ينتقل في كل مرة وهكذا بهذا الشكل ويساهم في عملية التوصيل الكهربائي وزيادة الناقلية الكهربائية أما الأيون الموجب هنا فهو مرتبط لا يشارك في عملية التوصيل، مهم جدا أن نعرف أن الأيون هذا بي زائد لا يشارك في عملية التوصيل الكهربائي، بل الإلكترون الزائد هنا إن صح التعبير هو الذي يشارك أو يساهم في زيادة الناقلية الكهربائية. ملاحظة فقط هنا نصف الناقل لم يعد متعادل كهربائيا، صار يعني أيون موجب. ذرة مانحة هنا صار ايون موجب ولم يعد متعادل كهربائيا، أيضا كل ما زادت هذه العملية أو تكررت يصبح لدينا عدد كبير من الإلكترونات الحرة كما نلاحظ هنا الكترون حر وهنا الكترون حر فتزيد عدد الإلكترونات الحرة وتسمى بحاملات الشحنة الأساسية، حاملات الشحنة الأساسية. بالنسبة إلى النوع الموجب P بوزيتيف نفس الشيء نفس عملية التطعيم لكن بذرات ثلاثية التكافؤ أي مدارها الخارجي به ثلاث ذرات مثل ذرة ثلاث إلكترونات عفوا مثل ذرة البور أو ذرة البورون أو الألمنيوم أو الأنديوم إي آن أو الغاليوم فمثلا ذرة البور لديها خمس إلكترونات اثنين في المدار الأول والمدار الخارجي به ثلاث إلكترونات يعني أنها تحتاج إلى خمس إلكترونات فهو من المجموعة الثالثة يعني ثلاثية التكافؤ عند تشويب نصف ناقل سيليسيوم هنا بذرة ثلاثية التكافؤ تبقى رابطة تفتقر إلى إلكترون هنا ثلاث إلكترونات ارتبطت بسيليسيوم هنا وهنا وهنا كما نلاحظ وتبقى هنا ذرة تحتاج أو تفتقد إلى إلكترون فهنا تخلف فجوة أو ثغرة نسميه هول هول بالانجليزيه يعني فجوه او ثغره او ثقب في بعض المراجع وعند وجود هذا هذه الفجوه تحل محلها إلكترون يعني ياتي الكترون اخر ويحل يملا هذه الفجوه. طبعا الالكترون محب للثغره او للفجوه ان صح التعبير، فكل ما وجد الالكترون ثغره او فجوه ينتقل ليسدها. عند انتقاله يؤدي الى زياده التوصيل الكهربائي. عندما ينتقل الالكترون لسد هذه الثغره او الفجوة، فإنه يخلف وراءه ماذا؟ سيخلف وراءه ثغرة أو فجوة أخرى، فبالتالي يعني على سبيل المثال لو نطلب من طالب أن يأتي ويتقدم إلى مكان ما. فيتقدم ويترك مكانه لزميله الاخر وياتي زميله ليسد مكانه او يجلس في مكانه وهكذا دواليك. نلاحظ ان هنا وكاننا نرى ان الثغره هي التي تتحرك او المكان الشاغر هذا هو الذي ينتقل من الصف الاول الى الصف الثاني الى الاخير، ولكن في الحقيقه هو الطالب الذي انتقل يعني ان الالكترونات هي التي انتقلت. على سبيل المثال ايضا في المسجد مثلا عند تسويه الصفوف فهناك مكان ياتي احد المصلين من الصف الثاني الى الصف الاول و احد المصلين من الصف الثالث ياتي الى مكانه في الصف الثاني ليملا هذا الفراغ او الثغره او السد فنلاحظ وكان المكان الفارغ هذا هو الذي ينتقل. هنا نقول انه تم تشويبه بشائبه ثلاثيه التكافؤ ويصبح لدينا ايون سالب بناقص ناقص أيون سالب يعني نكتسب إلكترون من شبه الموصل ذرة هنا تكون قابلة قابلة يعني مستقبلة هنا ولا تشارك في عملية توصيل الكهربائي هنا البور هو مرتبط لا يشارك في عملية توصيل الكهربائي في الحقيقة هنا الثغرة هي المسؤولة عن التوصيل الكهربائي هذه الذرة القابلة إن صح التعبير أو المستقبلة أكسبتر أخذت إلكترونا أي أنها اكتسبت إلكترونا وخلفت وراءه هنا عندما ينتقل الإلكترون قلنا سيخلف أيضا وراءه فجوة أو ثغرة فهي ذرات قابلة أو مستقبلة وتسمى بالأيون السالب هذا هو أيون سالب قلنا لا يشارك في عملية أو التوصيل الكهربائي كلما زادت عمليه التطعيم هذه بالنوع بي او عمليه التشويب من النوع بي تزيد يعني عدد الثغرات وعدد الفجوات والثغرات او الفجوات هي حاملات الشحنه الاساسيه عكس النوع ان قلنا في النوع ان ان حامله الشحنه الاساسيه هي الالكترونات هنا في النوع بي هي الثغرات او الفجوات وبالمناسبه هنا الفجوه مجازا شحنتها موجبه يعني هي في الحقيقه شحنتها معدومه طبعا الالكترون هو السالب لكن نعتبرها هنا شحنه موجبه طيب هذه هي تمثيل لحركة حركة الإلكترونات وأيضا الفجوات ففي النوع الآن مثلا لدينا إلكترون زائد هذا الإلكترون سينتقل هو إلكترون حر سينتقل إلى هنا وهذا الإلكترون سينتقل هنا إلى الذرة المجاورة هذا الإلكترون سيأخذ محل هذه الإلكترون ثم ينتقل إلكترون هكذا في كل مرة لدينا إلكترون حر هذا بالنسبة إلى النوع آن آه بينما في النوع P قلنا لدينا فجوة أو ثغرة فيحل محلها هنا إلكترون هنا إلكترون يأتي إلى هنا ويسد هذه الثغرة يخلف وراءه ماذا فجوة أو ثغرة يأتي إلكترون آخر ويحل محله وهكذا دواليك لاحظ هنا حركة الإلكترونات لملء الثغرات ينتقل هذا الإلكترون من هذا المكان إلى الفجوة أو الثغرة نفس الشيء هنا لاحظ انطلق الكترون ليحل محل الثغرة ونفس الشيء هنا حركة الإلكترونات لدينا هذا إلكترون انتقل من هذه المكان أو هذه الرابطة تحرر ليملأ هذه الفجوة وخلف فجوة فانتقل هذا الإلكترون هكذا بهذه الطريقة طيب الآن ننتقل إلى شريط حزم التوصيل أو التكافؤ. لفهم التوصيل الكهربائي ولتفسير وشرح الناقلية الكهربائية لماذا هذا الجسم عازل ولماذا هذا ناقل؟ فالإلكترونات تمتلك كم محدد من الطاقة مستويات هذه الطاقة مختلفة. فنقوم بتمثيل مستويات الطاقه او حزم الطاقه في بعض المراجع تسمى نطاق او شريط او حزم الطاقه وهي مستويات افتراضيه يعني نقوم فقط بتمثيلها وغير موجوده في الواقع لدينا حزم او شريط التكافؤ شريط التكافؤ تكون فيه الالكترونات المرتبطة بالبلورة متوضعة عليه هنا نمثل الكترونات مقيدة أو مرتبطة بالبلورة لا تشارك في عملية النقل الكهربائي فهي لا تتحرك الكترونيات تساهم يعني مثلا هنا الذره مع مرتبطه مع البلوره وهنا لدينا شريط التوصيل وتتوضع فيه الالكترونات الحره لدينا الالكترونات الحره التي تشارك في عمليه التوصيل الكهربائي تكون هنا وهي قلنا الى جدا في العواسل. اما بالنسبه الى شريط المحظور او فجوه الطاقه المحظوره فهي تفصل بين حزم التكافؤ وحزم التوصيل الطاقة هذه تسمى بفجوة الطاقة المحظورة او الممنوعة Forbidden Energy غاب ولا تتوضع عليها الإلكترونات يعني مؤقتا فقط يعني لا يمكن أن تستقر هنا الإلكترونات فبالنسبة للنواقل يكون شريط الطاقة المحظورة والذي يمثل الفرق بين شريط التوصيل وشريط التكافؤ يعني نرمز لشريط التوصيل بـ سي Conductor E EC او EC بالفرنسيه وبالنسبه لشريط التكافؤ EV valence او EV وبالنسبه الى شريط المحظور هو EG EG هو الفرق بين شريط التوصيل وشريط التكافؤ في العوازل يكون كبير جدا حوالي ستة الكترون فولت فيصعب للالكترون الانتقال يعني الانتقال او القفز من شريط التكافؤ الى شريط التوصيل في ماذا في العوازل بينما في النواقل يكون شريط التوصيل متداخل مع شريط التكافؤ هكذا بهذا الشكل لا توجد طاقه الفجوه المحظوره وفي أنصاف النواقل لدينا شريط التكافؤ أو الشريط المحظور هنا يكون أقل من ستة إلكترون فولت حوالي يعني واحد صفر إلى آخره بالنسبة لأنصاف النواقل في هذا الجدول يبين لدينا هنا بالنسبة للسيليسيوم طاقة الفجوة المحظورة واحد إلكترون فولت. وهي طاقه بسيطه جدا يعني طاقه بسيطه لهذا الالكترون مثلا حتى اقوم بحمل مثلا هذا القلم احتاج الى واحد جول مثلا العمل هو الطاقه في الانتقال فهنا يعني تمثل لا تمثل اصلا واحد جول، اذا كان من اجل حمل هذا القلم نحتاج الى واحد جول، فهنا نحتاج الى 1.6 في 10 قوى ناقص 19 جول، يعني تصور هذه الطاقة البسيطة او ضعيفة جدا ان صح التعبير. طيب، الان لدينا شيء اسمه مستوى فيرمي، مهم جدا. ما هو مستوى فيرمي هو اعلى مستوى طاقه يمكن ان تشغله الالكترونات عند درجه حراره ماذا الصفر مطلق مهم جدا عند الصفر مطلق وليس 300 كلفن فلا يوجد شيء اسمه مستوى فيرمي عند 300 كلفن فمستوى فيرمي عند درجه حراره صفر مطلق قلنا هو اعلى مستوى طاقه يمكن ان تشغله الذرات فمثلا هنا الذرات في النصف الناقل تنتقل هنا الذره تنتقل الذرة من شريط التكافؤ إلى شريط التوصيل، عندما تكتسب طاقة فإنها تتحرر وتخلف وراءها قلنا فجوة ويصبح لدينا هنا إلكترون حر، هذا ما نسميه بالزوج الإلكتروني، كل ما يكثر الزوج الإلكتروني يزيد التوصيل الكهربائي. بدرجة حرارة الصفر المطلق يصبح مستوى فيرمي هنا. هنا مستوى فيرمي وهو أعلى مستوى تصل إليه الإلكترون هنا، هنا في العوازل يبقى هنا مستوى فيرمي يكون هنا، هنا أعلى مستوى قد تصل إليه الإلكترونات يسمى مستوى فيرمي، فمستوى فيرمي فيرمي ليفل هو مرجع تقاس على أساسه مستويات الطاقة الأخرى. يفصل بين مستويات المشغولة بالإلكترونات حزم التكافؤ والخالية منها هنا في صفر كلفن قلنا مستوى فيرمي يكون فوق الإلكترونات هنا فهو يفصل بين المستويات المشغولة بالإلكترونات والخالية منها عند درجة ناقص 273.16 درجة مئوية فجميع مستويات تحت فيرمي بها الكترونات وجميع المستويات فوق فيرمي تكون خاليه من الالكترونات فطاقه فيرمي هي المسؤوله عن الموصليه المواد وعند درجه صفر المطلق تكون حزمه التوصيل او حز او عصابات النقل هنا فارغه تماما من الالكترونات وحزمه التكافؤ ممتلئه بالالكترونات فتكون عازله حتى عند رفع درجه الحراره قليلا تبقى عازله لكن عند رفع درجه حراره فوق ذلك ستزيد في الموصليه كما قلنا ذلك سابقا. إذن بالنسبة إلى الطاقة هنا التي تساوي ني قلنا عندما يكتسب الإلكترون طاقة بفضل التحريض الحراري أو الأشعة اكس أو غير ذلك أو الضوئي فإنه ينتقل إلى المستوى الأعلى يقفز هذا الإلكترون طيب بالنسبة إلى نصف ناقل بالنسبة إلى نصف ناقل من النوع آن فعند درجة صفر كلفن تكون هنا آ... شريط التوصيل والذي هو ممتلئ بالإلكترونات المرتبطة بالبلورة يعني أنها لا تشارك في عملية التوصيل ففي النصف ناقل نوع آن يكون لدينا إلكترون حر يأتي من تطعيم أو تشويب بذرة خماسية التكافؤ تصبح أيون موجب لا يساهم في عملية التوصيل كهربائي والإلكترون المحرر هو الذي يساهم في عملية توصيل الكهربائي والذي ينتقل قلنا إلى مستوى الحزم التوصيل مرورا بثغرة الطاقة المحظورة بالنسبة إلى النوع آن فاذا قمنا برفع درجه الحراره الى 300 كلفن هنا بالنسبه لنصف ناقل نوع ان فانه يصبح لدينا عدد الكترونات حره في حزمه التوصيل اكبر من من عدد الفجوات في حزمه التكافؤ. يصبح هنا عدد الإلكترونات الحرة في التوصيل قلت أكبر من عدد الفجوات في حزمة التكافؤ هذا رجع إلى ماذا؟ لأن هناك ذرة شائبة إلكترون زائد برفع درجة الحرارة هنا انتقلت الإلكترونات بعدما اكتسبت طاقة وكسرت الرابطة تنتقل فلدينا إلكترون في الذرة لا يتر... لأن الإلكترون في الذرة لا يترك فجوة حزم التكافؤ فهنا لدينا ثغره التكافؤ تتولد من تاثير الحراري فقط الثغره هنا او الفجوه في حزم التكافؤ تتولد من تاثير حراري فقط بينما الالكترون في التوصيل تولد من التاثير الحراري زائد التطعيم فهنا الالكترون يتحرر بفعل ماذا؟ بفعل التطعيم نوعا وايضا التاثير الحراري فيصبح لدينا عدد الالكترونات الحره هو عدد الفجوات زائد عدد الايونات الموجبه. إذا هنا حاملات الشحنة الأغلبية هي الإلكترونات تسمى في نوع آن قلنا حاملات الشحنة الأغلبية تسمى أو الرئيسية هي الإلكترونات بينما الفجوات هي حاملات الشحنة الأقلية أو الثانوية يعني هنا بالنسبه الى النوع ان كيف يتم يعني زياده الناقليه الكهربائيه ونواصل فيما بعد